عبادة تخرجك من الكآبة. هناك عبادة مهمة جدا ينبغي على كل واحد منا ألا يغفل عنها ليخرج من حالة الاكتئاب والضيق والنقص والفقر والهموم وحالة العوز التي يعيشها، إنها الدعاء. تابع معنا أخي الحبيب. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كثير منا يغفل عن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، أصل العبادة هو الدعاء. لماذا؟ طيب ما هدفك من الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وأعمال البر وأعمال الخير وصلة للرحم؟ الهدف النهائي هو أن تكسب مرضاة الله عز وجل، أن ترضي هذا الإله العظيم. وبالتالي رضا الله يشعرك بالقرب منه. طيب أنا كيف أتقرب من إله كريم من دون أن أدعوه؟ الله قريب منا ومنك أخي الحبيب الآن، وأنت تستمع إلي الآن، الله معك ومعي في نفس اللحظة، ومع كل البشر، وهو معكم أينما كنتم. الله معنا برحمته وفضله وعلمه واستجابته، يسمعنا، يرانا، يعلم ما في أنفسنا، يحفظنا من الشر. هكذا يجب أن تكون نظرتك للحياة. فكثير من الناس يعتبر أن الدعاء شيء روتيني، شيء بسيط، يدعو ولا يفقه شيئا. لا، أنت يجب أن تدعو إلها سميعا بصيرا، تعتقد أنه يسمعك الآن ويراك ويعلم كل شيء عنك. هو الذي خلقك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من شرايين وأوردة جسمك لك، أقرب منك لنفسك الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الحبيب، غير ثقافتك الدنيوية. الانغماس هذا في الدنيا متعب، من يلهث وراء الدنيا يستحوذ عليه الشيطان، هذه معادلة. كل من يلهث وراء الدنيا تجد الشيطان يركبه بالهموم والمشاكل والاكتئاب وغير ذلك. كل من يبتعد عن الدنيا يرتاح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، ربط بين الدنيا وبين الشيطان. إذن الدعاء هو الذي يجعلك قريبا من الله، تتواصل مع الله، تنسى همومك، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا لدي هنا حديث مهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، علم أحد الصحابة أن دعاء يقضي الله به دينه ويذهب عنه الهم والحزن والغم والاكتئاب. فالدعاء أخي الحبيب لماذا يذهب الكآبة؟ لأنه يجعلك تتقرب إلى الله وترى عظمة الله في الكون وترى قدرة الله، فتستصغر همومك أمام عظمة الخالق عز وجل. وعندما تدرك أن كل شيء بيد الله، هذه قضية مهمة، ترتاح جدا، تستسلم بين يدي الله. الله يحب المتوكلين والله مع المتوكلين. لذلك انظر إلى هذا الدعاء، علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات كثيرة متفق عليها، يعني البخاري ومسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال.
يجب أن تقول هذا الدعاء، تتصور أن الله أمامك يسمعك، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولكنه قريب جدا. تخاطب إلها كريما قريبا، لا تخاطب هكذا في الفضاء، يعني تظن أن صوتك يذهب هكذا، لا. تكلم مع الله عز وجل، أذكر الله يذكرك. عندما تقول اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجأ إليك يا رب، أنا تركت الناس وتركت أسبابهم وتركت مشاكلهم وتركت هذا الذي خذلني وهذا سألته لم يعطني وهذا طلبت منه أن يقدم لي خدمة بسيطة لم يفعل وهذا أغلق الموبايل وهذا لم يرد وهذا، أنا تركت كل هؤلاء والتجأت إليك، أعوذ ألتجئ أطلب الحماية منك يا رب، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن إذا اجتمعا يشكلان نوع من الاكتئاب والإحباط واليأس، مدمر على فكرة. القرآن اعتبر اليأس كفر. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم ماذا؟ الكافرون. اربط دائما كلمات القرآن ببعضها. عندما ينتابك القليل من اليأس، اعلم أنك على شفا الكفر، يعني بينك وبين الكفر خطوة، فلذلك تتراجع وتتفائل وتدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. العجز، إنسان أحيانا لديه كل شيء ولكن لا يفعل شيء، في دراسته يجد نفسه مقيدا، لا يستطيع أن يدرس، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن ينجز، لديه الكثير من الأفكار ولكن لا يحقق شيئا. ما هو السبب؟ هذا هو العجز والكسل. استعذ بالله من هذا الموضوع، استعذ بالله، يا رب أنا أعوذ بك، ألتجئ إليك أن تحميني من العجز والكسل. ثم إن ضلع الدين مشكلة، قهر الدين هذا يقهر الإنسان، تراكم الديون تقهر الإنسان، تذله. وغلبة الرجال، أن تشعر نفسك أنك مغلوب في هذا العالم المظلم، لا أحد يساعدك، لا أحد يستجيب لك، ولكن هناك إله عظيم. انظر إلى كمية الإحساس بالطمأنينة التي ستعيشها مع الله إذا دعوت بهذا الدعاء، وأنت تتخيل أن الله، بل تستيقن، يعني أنا أقول تتصور، بل يجب أن تستيقن أن الله بقربك يسمعك ويراك، وهو المتحكم في الكون سبحانه وتعالى. فهذا دعاء مهم أخي الحبيب، ممكن أن ندعو الله به للتخلص من هذا الاكتئاب. لذلك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.